用我的双手，然后来连接上海和世界，也其实增强了我们一种民族自信。幸福的日子，能给老百姓办出事情。写这首歌的时候呢，是动了感情的。义无反顾肩负起实现中华民族伟大复兴的历史使命。شنقة هاي تعني على البحر، حيث يأتي ويذهب الناس والبضايع. The city has developed so fast. Shanghai mirrors the changes, and there are huge changes in Shanghai from when I was a child. Is Betty Barr. I was born in Shanghai in 1933. My father was a Scottish teacher. My mother was a Dallas, Texas YWCA worker. What means your Wang Zhengwen? Shanghai, 不是像国外讲的 Paris in the East. 帝国主义控制上海，就上海的老百姓的生活。不像人一样的。في يوم السبت الدموي في شنغهاي، قتلت الغارات الجوية اليابانية ما يزيد عن 2000 مواطن صيني. Our house in the Hongkou district of Shanghai was bombed. خلال فترة الاحتلال الياباني، فقد وان تشانغ وان 4 من أفراد عائلته. وماما يوتين زاوسن.买了什么生鸡包子啦，大饼啦，哎呦，我们开心得不了。但是我们在吃的时候，妈妈不说，我说妈妈，你为什么不吃？她怎么讲？你们在吃什么？吃那妹妹的肉啊！哎呦，我还吃下去啊！我妈妈把我妹妹卖掉了以后，挣到钱，到现在我的妹妹还在哪里，我不晓得。I went to school and my teacher said to me, the war has started, go home. القوات اليابانية جمعت وقيدت جميع الأجانب في شنغهاي، وتم إلقاء عائلة بيتي بار في مخيم اعتقال لونغهوا لسنتين كاملتين. In recent years, I've been invited back to the site of my internment camp, where there is now an excellent school. And I always say to them, I hope they will work hard for peace. إن مبنى الساعة لجمارك شنغهاي الذي يعرف كذلك بمبنى جمارك جيانغهاي شاهد على تغيرات هذه المدينة أيضا. 这里呢是江海关档案的馆藏室，有14000多卷。那么它的起始日期呢，从1857年开始，记录了有外籍税务司制度开始，一直到1949年。馆藏的档案的内容呢，包括英文秘书科档案、汉文秘书科的档案，还有往来的官方函、半官方函，还有一些通告、预告等等。我们看这些档案，浩如烟海。这每个柜子里边都是分类的，可以看一下。像这本呢，就是英文秘书科记录的英文档案。那么可以看出，当时近代海关呢，它是一个非常鲜明的有洋员管理的这么一个特色。那么直到1949年，这样的一个制度呢才宣告结束，海关的管理权呢才回到中华人民共和国我们自己的手里。هناك جانب آخر لتاريخ الصين يتجاهله العالم الخارجي دائما، ألا وهو أن الصين تعرضت لإهانات لمدة 100 سنة في تاريخها، وفرضت كل هذه الإهانات على شنغهاي. كانت الصين منقسمة ومنفصلة في القرن 19، وعذبت بشدة على أيدي القوات الغربية العدوانية،
كانت الصين مجتمعا شبه استعماري وشبه إقطاعي. الهزيمة في حرب الأفيون الأولى أرغمت الصين على توقيع العديد من المعاهدات غير العادلة، وأجبرت سلطات أسرة تشينغ الملكية على إعطاء حقوق حكم هونغ كونغ لبريطانيا وفتح 5 موانئ بما فيها ميناء شنغهاي أمام الأجانب. بعد الفشل في حرب الأفيون الثانية، سلبت قوات التحالف البريطانية الفرنسية ما في القصر الصيفي القديم في بكين وأحرقته. خلال العقود 7 من عام 1840 إلى عام 1911، وقعت الصين مع القوات الاستعمارية الغربية ما يقرب من 400 معاهدة غير عادلة رغم أنفها. نص بروتوكول بوكسر على أن تدفع الصين نحو 1 مليار تيل من الفضة الخالصة، أي ما يعادل مداخيل حكومة الصين ل12 سنة في ذلك العصر. وأصبحت المنطقة الدولية في شنغهاي ملكاً للأجانب، وبات الصينيون مواطنين من الدرجة الثانية على أرض وطنهم. الماركسية اللينينية وفرت للشعب الصيني الذي كان يعمل على إنقاذ الوطن خياراً جديداً. عندما انتهت الحرب العالمية الأولى في عام 1919، كانت الصين في صفوف الدول المنتصرة، إلا أن حلفائها أهدوا المنطقة الدولية في شاندونغ والتي كانت محتلة بألمانيا لليابان. نظم الطلاب الصينيون الذين ثاروا غضباً مظاهرات في الشوارع، الأمر الذي أدى إلى اندلاع حركة 4 مايو. كان التطلع الشديد لتقرير مصير الذات ما دفعهم إلى الاحتجاج. دعا الجيل الجديد من المثقفين إلى الاعتماد على العلوم والديمقراطية، وبدأوا يستكشفون الطرق الجديدة لإنقاذ الصين من المحن. تحمل المثاليون من كل شرائح المجتمع هذه المهمة، وكان ماو زي دونغ واحداً منهم. تأسس الحزب الشيوعي الصيني في شنغهاي في عام 1921. كان متوسط أعمار النواب الذين شاركوا في المؤتمر الوطني الأول للحزب الشيوعي الصيني يبلغ 28 عاماً. قرروا إنقاذ الصين من الأزمة بالتحركات السياسية. كتب إيمان الشيوعيين على علم الحزب: لن تقع الصين في نفس المكان مرة ثانية. إن هدف الحزب الشيوعي الصيني الأساسي كسب السعادة للشعب وتحقيق نهضة الأمة، ما قاد الصين إلى إحراز التغيرات التي شهدتها خلال 100 سنة الماضية. تحرير شنغهاي له مغزى مهم. In May 1949, there were many, many rumors before the Communist Army entered Shanghai. One morning, we got up and looked out onto the road, and we saw one lone PLA soldier standing guard. The army had come in during the night, but we had not heard a thing. It was all done in a very, very orderly and quiet way. And in the morning, people found soldiers sleeping on the pavement because, of course, they were tired after marching in. 就是钟楼的最高点。那么当时呢，上海大楼内部呢成立了人民保安队，配合解放军解放大上海。四九年五月二十五号凌晨4点，江海关钟楼上空飘起了黄浦江畔的第一面红旗。在红旗飘扬在这个外滩大楼上空的时候呢，预示着一个百年外籍税务司制度的终结。There was a victory parade along the Bund. 我们要百倍努力，为保卫人民和平民主而坚决革命到底。 这是工人阶级的弟兄们在上海第一次狂欢无比的大团结，这伟大的团结力量使人们敢于相信，从现在起，上海不再遭受帝国主义的侵略和官僚资本家的压迫了。اليوم أصبحت شنغهاي علامة للصين الناشئة.
وهي أكبر ميناء في العالم ومركز مالي دولي. تاريخ مبنى جمارك شنغهاي يمكن أن يرجع إلى بداية القرن 18، وهو أيقونة معمارية في واي تان، وإن جينسو تفتخر بذلك كثيرا. 和莫斯科的大钟，英国伦敦的大本钟，并称为姐妹钟。 المبنى الحالي بني في عام 1925، لا يزال يخدم كمبنى للجمارك في العصر الحالي. دقت الساعة لأول مرة في عام 1928، الآن تستخدم لحنا من أيام الثورة بدلا من اللحن البريطاني. على بعد 100 كيلومتر عن مبنى الجمارك شرقا يقع ميناء يانغشان للمياه العميقة في منطقة دلتا نهر اليانسي. التغيرات التي طرأت في شنغهاي تعكس عزيمة الصين على أن تصبح دولة حديثة قوية. 我叫张燕，那我在这里已经从事桥吊中线作业的工作十几年了，由我的双手然后来连接上海和世界。我觉得国家强大之后带来的是经济的增长。 يمكن لتشانغ يان أن ينظر إلى معالم شنغهاي وتغيراتها من منظور جوي. مشغل الرافعة هذا عضو في الحزب الشيوعي الصيني. يعد ميناء يانغشان واحدا من أكثر محطات الحاويات ازدحاما في العالم. من هنا بمقدور تشانغ يان أن يرى مستقبل شنغهاي. التجارة تحتوي على تداول البضائع وتبادلات الناس. 那我们上海移民管理机关呢，是负责上海整个口岸出入境交通运输工具和出入境人员以及携带的行李物品和货物的检查监管工作。洋山深水港呢，2020年呢，首次集装箱吞吐量超过了2000万标箱，也助力上海港连续11年居全世界集装箱吞吐量首位。 那我们常说，洋山港离上海市中心最远，但是离世界最近。我们需要不断去掌握新的技术、学习新的知识，才能更好地适应这个港口的发展。在这个港口上面不断地去展现出新的能力，这是对我们很重要的。 بعد تأسيس الصين الجديدة في عام 1949، رغب العمال في إنشاء قاعدة صناعية في شنغهاي. 我叫霍尚俊，来自宝钢股份硅钢事业部。钢铁工业是中国整个制造业的粮食。 这种未来的这个高科技化的发展方向，产品不断升级，其实也是随着整个社会的制造业的一个强大的进步而产生的。因为有下游的驱动，才带来我们对原材料的进一步升级。我们有这样一种追随者，变为这样一种引领者，也其实增强了我们一种民族自信。因为我们整个硅钢部在推行一个智慧制造，用大数据、工业互联网的一些先进的技术手段，提高我们的生产效率。 这个里面就是我们的年产10万吨规模的一个高端取向硅钢的一个生产车间，像我们一些很多的生产环节，都现在通过一些智能装备进行替代。最主要的目的是通过这样一个智能化的装备，把我们一些重复性的劳动强度很大的工作去替代掉。其实我们的目标就是把这种蓝领工人变成白领工人，让他们的工作更加有钱、有闲、有趣，从而让他们体会到工作的乐趣。不管谁骂共产党。 假如没有共产党，没有毛泽东，哪有我们今天的生活？ George Wang and I wrote this book partly because we feel that many Westerners don't know much about China. We wanted to show there was a great change in China during our lifetimes. 'قالت بيتي إن ارتباط شنغهاي بالعالم لا يمكن قطعه. كما قالت أيضا. إن الحزب الشيوعي الصيني استخدم دور هذا الارتباط خير استخدام.
Shanghai is my home, and I feel at home here.جان جرانغ رونغ عضوة في الحزب الشيوعي الصيني، وهي ابنة لواء. أخذتنا لزيارة والدتها البالغة من العمر 98 عام جونغ تشوانغ تشانغ. انضمت جونغ إلى الحزب في عام 1952، وهي أرملة اللواء. ينحدر اللواء جان تسو تشانغ من عائلة زراعية، شارك في الثورة وعمره 21 عاما، وانضم إلى الحزب الشيوعي الصيني لما بلغ 22 عاما، ووافته المنية في عام 1986. 因为他们那个年代嘛，就是受压迫、受剥削，他就觉得他们要为劳苦大众谋幸福。تعارف الزوجان في شينجيانغ في عام 1953. كان جان سو تشانغ رئيس إدارة اللوجستيات في المنطقة العسكرية. تم ترقيته إلى رتبة اللواء في عام 1955. في عام 1957 رأى أنه سيؤدي دوراً أكبر كمزارع في موطنه بمقاطعة جيانغشي من أن يتولى منصب اللواء في شينجيانغ في أيام السلام. عاد جان سو تشانغ إلى مسقط رأسه في محافظة ليانهوا بمقاطعة جيانغشي أخيراً، وظلت جونغ تشوان تشين مرافقة له طوال حياته. كان因为当时组织上要给爸爸盖房子，爸爸不肯。我爸爸跟两个兄弟在一起住了五年，在一起。后来到六二年，实在挤不下了，然后我爸爸自己设计，盖了一栋房子。他就情愿自己苦一点，也不愿意花国家一分钱。当时是推荐选拔嘛，就是工农兵大学生啊，我们大队就把我推荐上去了。就有一个村民就找我爸爸，他儿子刚刚退伍回来，他也想去读大学。但是我爸爸一问，也没有指标了，所以后来我爸爸就二话不说就跟县里打电话，就说是要把我的名字换成那个退伍兵的名字。哎呀，我当时好伤心啊，我哭啊！我说我还不如做村民的女儿呢。我说人家我说做你们的女儿真倒霉啊。是他觉得这是一个共产党人应该做的事情，是这样吗？是，我觉得我爸爸他就是始终把自己当成一个，他说我经过党培养几十年，他说我能够幸存下来，他说已经就很幸福了。在爬雪山的时候，他是一个战友快不行了，他把他的那三只辣椒藏在那个衣服口袋里面，颤颤巍巍的把它拉出来交给爸爸。他说你们一定要走到底，一定要走向胜利。他说我已经不行了。听起来三只小辣椒实际上是很平常的，可是在长征途中，这个辣椒是可以救命的。في فعاليات الاحتفال بالذكرى السنوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني تكون المسيرة الكبرى موضوعا مهما. يقوم الطلاب من معهد شنغهاي للموسيقى بإجراء بروفة لمجموعة من الأغاني عن المسيرة الكبرى. 这其实对年轻人来说就是一堂最好的党史课。歌词里头所有东西都告诉他们，现在的幸福生活是真不容易得到。两万五千里长征在中国的革命史上面起到了一个至关重要的一个作用，所以在建党一百年的时候，我们回忆这段历史，我觉得是有深刻的意义在里头。因为没有办法去体会先辈当时走过的路，我们通过作品去回味这些东西的时候，还是可以感受到那个时候的艰难。كانت الأغلبية في الجيش شباباً مزارعين فقراء تسلقوا الجبال الشامخة وخاضوا الأنهار العريضة وعانوا من الجوع حتى تخلصوا من محاصرة قوات الكومينتانغ أخيراً.
ووصلوا مدينة يان آن. استغرقت المسيرة الكبرى سنتين كاملتين تبلغ مسافتها الإجمالية 12.5 كيلومتر. يحتفظ الاستوديو المركزي للأفلام الوثائقية في بكين بالبيانات المصورة حول طريق الحزب الشيوعي الصيني إلى الانتصار في عام 1936. ومن أجل التعرف على الحزب الشيوعي الصيني أتى المراسل الأمريكي أدغار سنو إلى مقاطعة شينسي الواقعة في شمال غربي الصين، وعاش مع جنود الجيش الأحمر من الصباح إلى المساء لمدة عدة أشهر. بعد سنة كاملة تنبأ في كتابه النجم الأحمر يضيء الصين أن الصين ستحقق النصر حتماً في الثورة الحمراء. رأى سنو أن قوة هذا النصر ستكون جبارة لحد لا يقهر، وأصبح تنبؤه حقيقة بعد 10 سنوات. 我最想说的应该是感恩和感谢，因为他们给我们遗留下来的东西实在是太多了。我们接下来也要进行很多的巡演，我希望大家来看《长生阻歌》呢，是为了大家一个积极向上的一种精神。长征虽然是久远的事情，但是从无到有，从弱到强，从穷到富，这么一个过程本身就是一个长征。جاء النصر مصحوبا بثمن بالغ، حيث استشهد في الثورة ما يقرب من 20 مليون شهيد. 他亲历亲眼目睹那些战友一个个就是这样为国为国捐躯，所以他做什么事情他都觉得他做得很不够，他都觉得他还比这些牺牲了的战友，就是牺牲的战友他还差了很远。他们那一代人只讲奉献，不讲回报。بعدما توفي جانغ سو تشانغ، بنى السكان المحليون الممتنون له تمثالا لإحياء ذكراه. كتبت دونغ شوان تشان في يومياتها أن سو تشانغ لم يفعل شيئاً لأولاده، لكن القضايا التي عمل عليها أفادت أولاد الجميع. في مدرسة الحزب بمحافظة ليان هو لا تزال قصته تشجع الكثيرين. 是我爸爸57年回来的时候，就是他刚回到村子里，对，马上就去做农活了。哎，对，第二天就开始就进了。这是烤火。عاشت عائلة جانغ حياة بسيطة، كانت تشعل موقد الفحم للتدفئة في الشتاء. قبل عام 1965 لطالما استخدمت مصباح الكيروسين للإضاءة. 这是割了稻子以后就在这种拖地，那这个铲，这个铲这样。我们2、3岁就开始干农活了，就是做这些事情。他要把你们变成农民。是，对对，从小就要我们树立劳动观念。他说，如果我在革命途中做过一些事情，或者取得了一些成绩，他说这些都要归功于党，归功于人民。没有人民的支持，他说我们也是一事无成。这是楼上，就是我爸爸妈妈居住的地方，他在这里生活了30年。知道他离开，对，他习惯戴一个白围巾。哎，对，这就是他的特色。这是我爸爸妈妈的房间，我每次到这里来，我的心情都特别的，特别的激动。每次回来都是感到特别亲切，好像爸爸妈妈又还在这个房子里面。这个算盘就是爸爸生前用过的。国家那个时候也困难，没什么钱，所以他自己把自己的工资都贴出去，要精打细算，每一分钱要用在刀刃上，就是能省则省，就是多为群众办实事，就是你要修桥修路修水库，国家的钱毕竟是有限，他就把自己的工资全部贴进去，他们这些生真的是自己情愿自己苦，苦了一辈子，父母亲给我们留没有什么物质财富。给我们留下的是宝贵的精神财富，就是大家都过上好日子，他穿好一点，他就觉得舒服。他如果是他穿得好，老百姓吃不饱穿不暖，他就心里很难过，他就觉得要就把乡亲们都过上好日子，这是他的初心。قالت جانغ رونغ رونغ إن الصين اليوم ليست كما هي في عصر والدها، ولكن يجب أن لا ينسى الناس كيف بدأت الصين عصرها الجديد.
تساو هونغ وونغ ابنة مؤلف الموسيقى تساو تشي ألف أغنية ثورية معروفة لدى الجميع تحمل اسم لولا الحزب الشيوعي الصيني فلن تكون الصين الجديدة. 我父亲呢，他是1924年出生在平山县的西岗南村，从小呢就是爱学习，等于他从38年开始参加革命，在43年的4月份，他光荣地加入共产党，而43年正是抗日战争最艰苦的时候，党的在根据地活动是他亲眼所见的。 غير ساو تشي اسمه إلى ساو هو شينغ عام 1940، ومعناه الشرارة التي تأتي من قول ماو سي تونغ الشهير إن شرارة تستطيع أن تحرق المرء. 这个是我爸我妈妈四五年他们抗日战争胜利以后才结的婚，21，我妈妈19，把日寇给打败了那种，流心里哎发出的那种性格，老百姓也认可他们跟他是一家人，这就是我爸爸那个在斗屋里哈搞创作，他知道。 去世前还要写歌呢，我爸当时就是这样工作的。没有共产党就没有新中国。对对，你看这43年嘛。1943年10月份。而没有共产党就没有新中国。他是要强调。就没有新中国。写这首歌的时候呢，我父亲呢是动了感情的，建立让他们翻身自主做主人的这种新社会，当然老百姓欢迎了。 بعد 6 سنوات من كتابة هذه الأغنية أسس الحزب الشيوعي الصيني الصين الجديدة.原来呢，小时候不带动，到以后呢，特别是父亲去世以后，我每唱起这首歌的时候呢，就感到他还在，他还在像过去一样，看着我，叮嘱，你要怎么做。 我唱这歌的时候呢，很虔诚的唱这首歌，不是因为他。 是父亲写的，而是他提醒我一个共产党员应该怎么做。这首歌里的实际把党的义务和那责任就写得很清楚。你要光有口号不行，你还得做实事儿，这个我们唱这歌的时候就会督促我们。如果失去了人民利益，为人民着想，就不会受到人的欢迎。 كانت القاعدة الثورية للحزب الشيوعي الصيني في شمال مقاطعة شانشي
وهي كانت من أكثر المناطق تضررا بالفقر في الصين. 在陕北插队的七年啊，他给我留下的东西的话呢，就是几乎，他是带有一种这个神秘也很神圣的这么一种感觉，就是我们在后来的这个没有一种挑战、一种考验，或者要去做一个新的工作的时候呢，我们脑海里翻腾的，这个都是陕北高原上。 مثل كثير من الشباب الحضريين أرسل شي جين بينغ البالغ من العمر 15 عاما إلى شمال مقاطعة شانسي في أوائل عام 1969 للعمل مع المزارعين في القرية والتعلم منهم، وأمضى مع سكان قرية ليان جيا خا 7 سنوات. 1969年1月，从北京到我们两家河村的上山下乡安家落户。当时第一天来的这个第一晚上，就是住的这个窑洞，包括习近平总书记呢，一来的时候就住的这个窑洞。习近平总书记当时就住了这个位置，当时村上的桥桥特别差，路不通，电不通，啊，这就是我们陕北的煤油的。当时他们一来的时候，感觉到这些地方。 跟城里相比，以后桥桥太差，这就是我们平时做饭的古灶啊，从这下边烧火，这个能做的吃饭也包括取暖啊，是这样的。当年我们这些地方桥桥比较艰苦的，没有碾米机，这个叫碾子，实际上就是把谷子碾成小米用的这个工具。 قرية ليان جياخا الحالية تمثل صورة مصغرة لأعمال مكافحة الفقر التي أطلقها شي جين بينغ في الصين. قال القروي تشانغ وي بانغ الذي يوصف بأنه صديق حميم لشي جين بينغ إنه لا يزال يتذكر بوضوح التغيرات التي أحدثها شي في القرية، وشارك معنا القصص في تلك الفترة الزمنية.还是当年的，当年是就是，就是不能你们我都叫，就是主席的个，就是不叫你就叫名字。他这个人呢，在劳动的时候呢，比较卖力，啊，重活脏活，他都抢得干。在我们两家插队，今年他知道农民的苦。他在这个山上敲麦子的时候呢。 敲上一耳，北京麦子一口吃，啊，能走十华里山路，啊，都不缓解。这个挖井的时候呢，又冰，又有泥，各方面又脏。但是他一去了以后，他就带头就下去，啊，知道农民的苦困难。他知道最偏僻的农民，啊，以前是来干什么，最需要什么，啊。 农民这个最像什么？他是在我们村里当了二年级支书啊，就在两家这个老老少少群众这个接触这方面，生活这方面，他特别关心。 أخذنا شي تشونغ يانغ لرؤية خزان غاز المستنقعات قرب الساحة التي كان يسكن فيها شي جين بينغ. إنه أول مشروع أنجزه شي بعد تعيينه في منصب سكرتير فرع الحزب للقرية. 所以到了75年的6月份呢，陕西省第一个实习找企划的组织就是我们两家。光给我们两家打的，打了40大吧，说的真心话，能给老百姓办办出事，所以话两家的社员都做状态。这个照片呢，是1975年10月份，习近平上北京清华大学时候呢，我们去到延川县城送他的时候。 到桂英照相馆喝有6年，就是他离开的那一天。所以这个呢，就是习近平总书记啊。你看旁边这个是我，这个呢，就是张维鹏。全部老少都说他，可是当时的话，全部都下泪了，啊，包括习近平都流泪了，啊，可是舍不得他走。确实，当时组织都是恋恋不舍的，啊，最后完了以后，他也没安排，我们谁也没安排，大家自觉的就去了。
啊，是这样的。两届人次时候就到延川县城嘛，40年楼嘛，40年把它算到40年。这点照片呢，总体上花了5块5毛钱，所以当时，习近平要直接掏钱来，那么大家说，你也没有多少钱了，也很有路费。1、3毛打2毛，凑凑钱，照那边想。所以走的时候的话，就是像他把一个最珍贵的一个东西，就是他母亲给他那呈现过，他就首先就把这些送给他。他当时送的时候说是，你看，我没有给你好留言，我把这个呈现过给你两儿子，作为纪念，你这次你看见呈现过了，就支持我了。شمال مقاطعة شانتي هو كذلك المكان الذي بدأ شي جونغ شون والد شي جين بينغ مسيرته الثورية، ويعد واحدا من مؤسسي المنطقة السوفيتية الواقعة عند الحدود بين مقاطعتي شانتي وغانسو. تم تنصيبه رئيس حكومة للمنطقة عندما بلغ 21 من عمره، وأقيم في هذه المنطقة مقر اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني في وقت لاحق. عقد المؤتمر الوطني 7 للحزب الشيوعي الصيني في يان آن في عام 1945. قال ماو زي تونغ في المؤتمر إن شمال مقاطعة شانشي يمثل نقطتين، الأولى هي نقطة النهاية للمسيرة الكبرى، والثانية هي نقطة البداية لدخول جيش الطريق الثامن إلى الخطوط الأمامية لمقاومة العدوان. كان شي جونغ شون حاضراً واستمع إلى كلمة الرئيس ماو ميدانية. انطلاقاً من المقر في يان آن، تحول الحزب الشيوعي الصيني وجيشه من الضعيف إلى القوي خلال 14 سنة الماضية، مما حقق تحولاً استراتيجياً في حرب التحرير. تقع قرية ليانغ جياخا في شمال شرق يان آن، وتبعد عنها 70 كيلومترا. حظي كل من الأب والابن بتقدير الشعب في شمال مقاطعة شانشي، لأنهما وضعا الشعب في قلبيهما دائما وتمتعا بروح الشجاعة والتضحية. قال شي تشون يانغ إن شي جين بينغ قاد القرويين إلى تحسين مستوى معيشتهم. 这个照片呢，是1974年呢，代表文安一公社的一个排代会出席延川县的一个排代会，哎，排代会代表中间的这位就是，这个呢就是，哎，这就是习近平总书记。منح شي جين بينغ في الاجتماع دراجة هوائية، لكنه استبدلها بجرار وماكينة لطحن الدقيق وماكينة لطحن الأرز. 这样呢，那么说说就有条件办磨坊。他还是为了共产党员能带起头来做这种带头作用的事实。共产党员就是国干者。قرية ليان جياخا هي كذلك نقطة الانطلاق لرحلة شي جين بينغ السياسية لأن يكون القائد الأعلى للحزب. تجارب الحياة لمدة 7 سنوات هنا جعلته يفهم مهام الحزب الشيوعي الصيني فهما عميقا. 人民对美好生活的向往就是我们的奋斗目标。الكل بدأ في شنغهاي قبل 100 سنة. يفتخر تشانغ يان بصفته عاملا حديثا في العصر الحديث انه حضر المؤتمر الوطني للشعب الصيني كممثل للعمال. 我作为党代表能够有幸在19大的时候到人民大会堂倾听了总书记的重大报告，当中提到的努力打造知识型、技能型、创新型的劳动者大军，这一点对我的鼓舞是很大的，觉得现在对整个一线产业工人的重视程度越来越高了。我非常骄傲能够在这个过程中做一点点事情。تأتي إنتاجية الفولاذ في شركة هو تشانغ تشون في المركز الأول في هذا المجال على الصعيد العالمي. 但是我觉得这个前进的道路是没有止境的，仍然需要我们一代一代人不断的在继续努力。今年是建党100周年，我想由衷的对我们的伟大的党说一句生日快乐。未来的100年又是一个长征。I have seen with my own eyes the huge changes
in China. And it seems to me that the CPC, the Communist Party of China, had wonderful plans for how things should change. Not only do they plan, but they carry out the plans.要紧跟共产党，要热爱你的国家，热爱你的工作。我爸爸他们那一辈，为了老百姓能够过上幸福的生活，艰苦奋斗一辈子。我们要把这种精神永远传承下去。江山就是人民，人民就是江山。打江山，守江山，守的是人民的心。بالنسبة للأمين العام إن المهمة الأبدية له ولأعضاء الحزب البالغ عددهم 95 مليون شخص هي الحفاظ على حيوية الحزب الشيوعي الصيني الأبدية ولإبقائه في ريعان الشباب دائما.从雾霭沉沉到红日高压，我是熊熊火焰照亮前路，是万千青年燃烧的信念，我是钢铁意志征服从泥鳅蜜饯到盖地欢天，一棵百年大树扎根泥土，它枝繁叶茂，它青春不老。我是坚实臂膀，把你托起。在殿堂之上，在天更两旁，你想问我是谁，我就是你，我在你心上，你在我心间。之中汗滴如土，用满头青丝换绿叶无边，悠悠青山之上不惑全胜绝不搜兵，用花样年华换万种欢颜，我世界这个现代再不值得，我们的现代化事业又何必放手？在殿堂之上，在天岗两旁，你想问我是谁？我就是你，我在你心上，你在我心间。人民最美好生活的想法就是我们的奋斗目标。在天堂之上，在天更两旁，你想问我是谁，我是我就是你，我在你心上，你在我心间，我在你心上，你在我心间。